كيف شد مقرديه هذه؟ وراك حسب راك سليمة أيا حالي نصبط خط أسمع أنت بلاصة مقرديه وراه في سليمة ولي ما عجبوش الحال يدز أسمع يا شيخ راه يقولك دز دز أيا سامحونا غولو زوج بلايص زوج بلايص لوين أختي قدمي يا حبيبي غولي 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 يا خجيلخ اكتب لها الجيل راك تشوف لها الجيل يا سبحان الله تاخير الزمان من ذا الوقت الشيء الواجي الوادس ما تلقاش الصح ولا طرفه ما كثر الطاقي الخداليه تفارس حرفتهم شينا ومشوا بالختلان يا ذاك يصدوا الاخرى اللي طابص حرفتهم شينا ومشوا بالختلان ذاك يصدوا لنا اطلقني يا سي محمد اطلقني نكمل القصيده اطلقني ساعة تاكريت أبو سيارة 8 غير 5 أبو أنت وش دخلت الساعة رأى Thank you.
ثم غدوة غا. ميزو ميزو خويا حميد السلامة، كاش بروسة عندك؟ لا حبيبي، منين جات لي البروسة أنا؟ مش اللي يغسلوا كراس تما صحاب البروسة صار عندهم بروسة اللي يغسلوا كراس؟ إيه أحسن الشبع. على من رتب لي؟ ها؟ تجي عندكم بروسة؟ من هوك البروسة؟ أها تاع يما البروسة عارف واش راك تقول؟ أنا عارف واش راني نقول، عارف تحت رجليك ها؟ أنا راني عارف وين نحط رجلي أنا. قالوات هادو ماشي حاسة تاع الصباط. أخويا زبير نعم علو بلاصتك. أش تضربني بالبروسة أخويا محمد؟ علو بلاصتك. الله يلعنو ويخسر. اسمع أنت يا في دابور ها؟ أنا هذا الإنكار هذا لا راني نوصل فيه ما هو لا ليك ولا للمشتري، راهو لعمري أنا على خاطر أنا نضل مربوط فيه نهار كامل. ما كناش عليك نهضرو كاع. نعم وأنت يا واش تحوس؟ علو بلاصتك. كلام تقلالة وقت تشكا. عندك الزهر أنا راح ندير تشكا ما سوف روح دير تشكا ولا قبل تشكا ولا بعد تشكا راني هنا. لا من بعد تشكا أنت فاهم. ما تفوتش قلنا 8 فاتت. هذا 8 فاتت 8 دقيقة واش هذا؟ قلنا 8 فاتت. فاتت 8 8 دقيقة نقول لك مثلا الناس كيف هذاك كيف هذاك كيف الناس كما يقولوا القول تي في الور سي با لور تي في افون لور سي با لور سي باراي صار هكذاك انا لور سي با لور افون لور سي با لور انا ما ناس نشوف عطنا كي تخرج هذا كره اللي بقى لك نكسروا لك هكذا وانا ندير بك رابور بالله على الكلام اللي تقول فيه هكذا دير 10 اذا حبيت انا ثاني نقول لهم عنده زوج حوانت واحده عطاها نسيبه باش يشري بها طفله والاخرى دير خدام فيها انت حبيت ما بقى الوقت تحكم على البونتاج العباداتو واش هاد العقل يا اخو ما تحشمش على عرضك واش بيك تعيط واش بيك واش بيني خليني نفوت يرحم والديك هاك معطلت مانيك الروسة واش هذا واش بيني ما كاش اللي سقسي على طريقو واش تسقسي واش تسقسي روح ليه وسقسي واش تسقسي هنا ايا خلينا نفوت يرحم باباك يا اخي عباد يا اخي كاليتي يا اخي وراك رايحه انت البيا يلا هيا نوصلوا نمشي سادينا اوقفين ندي وخلي يا خمسه تصرحوا يا الفيران قطوا طرحوا لا فاكان يا حسن لو ما تنساش تماركي لاري هيا بلايصكم انتوا بعدي ماشي خلف يا حمار هاكم الجبو يا خاوتي زمان كنا في عيش تسمع واليوم عندنا في عيش تشوف ولاو يحبسوا البنات بالطوبيسات وحنا نتفرجوا ماشي غير بالطوبيسات شيخ اللي يحبسوا حتى بالسيارات وانت واش راك تسمع يا سيدي قلع يا حسن يا ولد يا ولد
ياك يما واش كاين؟ اش ما درتي في ديك القضية؟ واش القضية؟ معايا شوية عندنا 100 قضية، عندنا قضية واحدة قضية الزواج. ياك هضرنا ولا نضلو غير نعجنو؟ لازم لنا نصيبو فاميليا اللي توالمنا، والتانية لازم لي نصيب طفلة اللي ترضى عليك واللي تعيش معاك طول حياتها. كما قالوا الأولين، زواج ليلة تدبيرو عام. قالوا تدبير عام، ما قالوش 45 سنة. ايه مسيو ولا يفهم، يعرف في 40 ويعرف في 45. اسمعي ما قولي بلي ما راكيش حابة وخلاص. صافي النهار اللي جاي يخطبني مول السردين، وشكون ما حبش؟ انت ولا انا؟ مول السردين. اسمعي ما ماشي كيف كيف، سمعتي ما تخلطي لنا الشعبان في رمضان. هذاك انت يا كبيره عليه ب20 سنه، اي ضد فاهميني انا؟ كيفاش كيفاش نسميه؟ نسميه بابا ولا نسميه خويا ولا نسميه عمي ولا خالي ولا صاحبي ولا كذا؟ انا نقول لك ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف. وقيل لا درت الجناحتين، حبيت تفرفر. اسمعي انا عارف انت ما راكيش عابه، وانا راح ندبر راسي وحدي. هذا مره صار تدبر راسك. ايه اسمع، ديرها في بالك والله ونخطيك انا واحد ما يخزر فيك. انت وش راك تخزر فيك؟ ما عندك شنو نخزر فيك؟ اعطيني 10,000 ديالي. ما نعطيك حتى 10، ما عنديش. اعطيني 12 دور. كيفاش تشد لي 10,000 اعطيني 12 دور؟ يشد لك 100,000، يشد لك مليون الى يلزم. مانيش لابانك ناسيونال انا. هيا سرقك جوز. هيا باصي ولا راح نجيك من قدام. باصي وخليو الناس يطلعوا. هيا 14,000 عراوني 200,000 200,000 يا ناس. اليوم البيت يحوسني من الدار، اليوم يطلقني 200,000 اليوم. راجلي يطلقني اليوم، يخرجني من الدار. يرحم والديك. شنو كاش تعمل؟ ما تخافيش ما تخافيش يا اما ما تخافيش ما تخافيش. حسن ديريكسيون دار الكوميسار وما تحبش. ما تخافوش ما تخاف ما تخافيش. سرقوها انا شوف واش ناقص. ريح انا خويا، ما تخلي حتى واحد يحبط منا. صح. هاي انت منا، هاي انت منا، هاي انت. شوف حبطهم كل بالواحد وبعتهم للداخل. شوفي تروحي للمكتب وياخذوا المقال ديالك، ورانا كي نصيبوا البورتفاي رانا نعلموك ونبعثوا لك حتى للدار. يرحم والديك، عملوا مجدكم. والدينا والديك على خير.
واش كش ما سبتو؟ ما سبنا والو شاف. ما لا خليهم ما يروحوا. صح. بكم رابور نحلكم قاعد بالسوايع. سمعت واش كنت نقول لك؟ راح دوك تفهمنا زيد سوايع انت ولا انك راح تخلصوا راح تفهم معاه. انا الدخان دائما انا الدخان. او واش هذا تاع نعجوزه؟ واش انت اللي سرقته؟ عرف واش راك تقول انا ماني سارق تسمع؟ لا لا نقصر معاك بصح اسمع بلاش كادو اللي داروا لك في المكتوب يكونوا يسناو فيك في الزنقه. نجي معك اروح نرد البورتفيل عجوز. ورما ثلاثه كانوا هنا. هيا مشي مشي. سامحنا يا عمي. كيفاش هدر سمح؟ كيفاش هدر سمح؟ كخ ايه خليها الدايم خليها كامل كنا صغار ولعبنا البالون. قل لي يا ولد ما تعرفش وين جد دار بوفيرة؟ بوفيرة ها ولد هذاك اللبان.
السلام عليكم. وعليكم السلام. واش نعطيك أبويا؟ أعطيناك يا صغير وماذا تفضل؟ مالي تنساش تماركيها برانية علينا يا لا تسديد والله. سلم على حنيفة عفي قرداني ياكو. الله يسلم عليك الخير إن شاء الله. سلم على الله خديجة. يسلم لك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش كان أقول سي بوفورة؟ نعم سيدي واش كان؟ جينا يد بنتك ومرتك. وشو؟ مرتي؟ وشو هالكلام هذا؟ لا 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 مرتك في دار الكوميسار والبورتفاي في الوطن. اسكت علينا يا اخي عزام. اسمح لنا يا شيخ، احنا في زوج نسوقوا الحافله. الصباح ركبت معنا مرتك وسرقوا لها بورتفاي. واخذيه. ما تخافش ما تخافش. واخذيه. نجيب لهنا. البورتفاي انا جبناه هاوليك. مد الهاوليك. يرحم والديكم يرحم والديكم كثر خيركم كثر خيركم. نوحد الله اثنين لشركة له. الله يستركم ان شاء الله. الله يستركم. جيدي ولا جيدي على رغدي. سلامك يرحم والديكم يرحم والديكم. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اشربوا بينا اشربوا 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 يا رجل اشربوا. لا لا صحة 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 بابا عندنا الخدمة. يلا كلو في تاع الصح انت ياك تفهم نو. قلنا ما تهدرش معي شبيك تنشق داخل على بنتك مرتك. واش جاب بنته فلوسك؟ وقيلة جات مع يما. ولو جات معي ماها واش دخلها فلوس؟ اسمع انت تحوز تفهمها. من هاد العائله نعرفهم وعلى هاد الشيء اللي حبيت وجيت ونخطب بنتهم. فوالا. ايوه مبروك عليك. ايه قول لي هكذا ما لحبيت بني قربي. كل شيء مبروك. وعلاش؟ غير انتم اللي عندكم حق باش تزوجوا وانا ما تزوجش. تزوج تتزوج علاش ما تزوج؟ صغير شباب جاي للدنيا بوبون بوبون فاقوا دايم دايم اسمع بس بس يا شبيك. قول لي يا سيدي الطفله هذه قابله؟ معلوم ايه قابله. ايه ايه كل شيء سهل. يلا تشنها. اه وحدة ولا زوج مع صغار. وحدة ولا زوج نعرفهم. وحدة ولا زوج ديالك. فريدة شوفي واش جبت لك. واشنو؟ قلت لك انت ربيع. لا لا هذاك دايم. واش بيه دايم؟ واشنو جبتو يتعشى ثاني؟ لا لا ماشي يتعشى. اي واش من ماله؟ قال لي باش نروحو نخطبو له. كيفاش؟ انا نروح نخطب صاحبك الدايم؟ ما شفتش الحاله اللي راني فيها؟ ها انا اسمع ما رانيش هجي الخطبه. انا ماشي نتاع الخسيف.
اسمع، اذا حبيت تاكل روح تسخر الماكله في الكوزينه وكل على روحك. راني رايح، راني رايح. وزاد قال لي باش نسلفوا له 50,000 يعاون روحو بها. 50,000؟ ومنين هاد 50,000؟ من الطوبيس ديالك ولا بالماشينه ديالي؟ اسمع، اذا راك تاكل عليا الماشينه تكسرت. روح شوف جهه اخرى خير لك. روح. كان نحسب تجي معايا عندي لا تجي انت وامتي على خاطر حبيت باش نخطب واحد الطفله من واحد العائله نعرف. راح تخطب طفله؟ كل شيء مبروك. وي وقتاش؟ غير الخطبه. ونجي وحنايا نخطبوا لك هاد الطفله؟ ايه. وقتاش؟ غير غدوه. غير غدوه باش ما عندنا حنا. لازم نطلعوا الزمن. غير غدوة سي، ما كان غير غدوة إن شاء الله تجي تتكل علينا ونجيو نخطبوا معاك طفلة، بصح نجي وحدنا. لا لا، يجي معنا حسن صاحبي هذاك وهو مرته. جاي معنا حسن صاحبه هو ومرته. بلا شوف، غير غدوة إن شاء الله نجيو أنا وعمتك، بصح وين؟ وين نسيبكم؟ خدمة. الحمد لله، إن شاء الله غدوة نجيو لكم. شربت قهوة؟ شربت. ليت الحلوة؟ لا. ها؟ معليش، هاي كل تهني، أنا إن شاء الله غير غدوة نجيو أنا وعدك. نجيو نديرها. Thank you.
خدوا بالكم لا عقل هيا خلصوا ضربكم كمينوس خدوا لا هيا مدادي مدادي وشمي شمي لا نروحوا نريحوا دوك كيفاش هذا الريح هذا تو وقيل راك نسيت انت واش كان نروحوا للكراج يا خويا راهو عمي يجي يدينا العشيه باش نروحوا لعند بوفيره عمك نسيت اسمع يا عيالك تجي ولا ما تجيش ما تجيش راه عيانا ما نضمنش لي تجي يا تجي على كل حال نجيب سيف نجيب يا هاي هاي واش تعمل انت؟ عطينا خبزاح وموديك. عم احمد عم احمد واش كان؟ استنى ديتك. بعتني عيال. عيالية واش كان؟ صح صح حبيبي روح عليك روح روح عليك. هكا ابو نهاك تربح. هيا خويا سامحنا. سامحنا راح نغلق انا راح نغلق. روح تربح. افطرك خاص من عندي روح تربح شتخدم شكيرا شنو يا اللي تسالي جيتيني بعد في الوقت اللي راح نغلق سامحني شكرا حليب برك صح هاكي تعال اخي بسلامة بسلامة تربحي عم احمد خفي وجدي القهوة وجدي السنوة مالي يا جماعة هذا يمكن ده بقجع غاولي واش كان واش كان عزر بزر يا ابو فيرة انا لسه مستناو فيك شكون هذا الناس هذا شكون جم الخطوة دي بنتك صغيرة وشكون اللي بعثهم لها يستناني نفهمك راك شافي هذوك الناس جابوا كل بورتموني للحانوت وها عليا نسيت بعد يتفكر اي اي انا فكرت اي هو ما بدات جاوا مع مراه وراجل وعلى حسن ما شفتهم يتظاهروا ناس بالطبع كيما تحب انت صح انا طيبت لهم قهوه وشكون راه معاهم راهم قاعدين غير وحدهم شوف روح بدل حوايجك وقعد مع الناس وانا نروح لوجد القهوه صح صح انا بخير صح حورية واش تحبي؟ هم جاو يخطبوك هيا مشي تلعبي ما تنساش تدي طاسك معاك هيا مشي واحد المودية واش كان؟ قلت لها معاها حورية ما صار والو بركة ما بقي هيا مشي لي تاي ولي ولا هذا المرة هذا معاهم ولا ولي يا راهي قاعدة معاهم وما تحجب ما تحجبش ولا ما تحجبش هذه سيفيليزي لابسة فرانسيس ماشي بحالنا والله هيا سقد روحك وروح ولا واش تحب نوصلك انا ما نقدرش ندخل انا يا روح يا راجل استحيت ما راح ياكلوك صح صح يا حي يا خذ السلام عليكم قربوا سيدي قربوا 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 لا بزهلة بكم يا سيدي واش راكم وانت بخير صح واش راكم خير باش أكيد بخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله زارنا بركة يا سيدي زارنا بركة مرحبا بكم يا سيدي مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم واش راكم يا سيدي لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله واش راهم الوليدات واش راهم لاباس الله يسلمك ما عندناش ربي يجيب ربي يجيب ان شاء الله ربي يجيب انا سيدي هيا ايه يا سي بوفيرا جيناكم بالحسب والنسب جينا نخطبوكم نخطبو بنتكم الولدنا متشرفين 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 والشرف يرجع علينا يا سيدي انا نعم سيدي الشرف يرجع علينا ان شاء الله
لا لا ما عدنا ما خيروا الحق ما عدنا ما خيروا ما عدنا ما خيروا أنا بسيدي أما لا راكم تكونوا راكم شفتوا وسقسيتوا أنا بحثنا وسقسينا بحثنا وش قالوا لكم علينا وش قالوا لكم علينا غير الخير صح صح غير الخير صح ما لا تسمحوا لي روح نجيبكم القهوة ونجي بورك درك تولي حضريا تاع الصح مالي تاع الصح yeah. الله مش كيما العيب تاعنا اللي ما يجا براسو سمعت ديره كبيره من ديره كبيره هذاك انت هذا ماشي حانوت راح يجيب لنا وزير في الطبق شوفي فرشتي ولا لا ما مانيش عارفه شكون جاو ثلاث رجال ما شفتوش اي تشوفي تعسبي هذا الكعوان تاعنا اللي ما عنده حتى شعره فوق راسه والله ولي وطفله قلتي لها طفله طفله روحي هذه بهالحال خير ما تخافش شوفي ملا دروك مسكي لها وزيني لها وبعدين تسربي لنا القهوه ما عليك اي راح يجري ايه ما يهمك تشوف يا سي عزيز راك تشوف هذه حالة الكوميرس أنا عم سيدي هذه حوانت وهذه راك تعرف هذه البن وهذه زبدة وهذا حليب وهذا زيتون هذه يا سي بوفيرا نقول لها احنا يا المسؤوليات أنا عم ايه المسؤوليات حتى أنا راني حاضر مسؤوليتي العام شوف يا سي عزيز لو كان نحكي لك واحد الحكاية بالك تكذبني يقول المثال يقول لك اللي مكتوبة في الجبين ما يمحوها يدين يعني المكتوب حد ما يدي حد نعم عند واحد انسان حبيبي حبيبي الحق وناس لاباس بهم عندهم مال ورزق وكلش انا مي وجاب خطبوني في الطفله بعدك بالذات انا عم خاطب الطفله بالذات اعطيتها لهم وشفينا ولاباس الحمد لله ما تشوف يومين من بعد مسكين الخطيب دايم الله نعم قلت لك دايم الله مسكين الله يرحم انا عم فيه سيدي ادخلي بنتي ادخلي جوزي اي بسم الله بسم صح حطي بنتي هنا هذه هي السلعة يا سلعتنا يا سي عزيز نعم سمع وطع On vous a encore gâté, petit vénard, car notre invitée est une grande dame du cinéma qui a récolté quelques Oscars, Cloris Leachman. Mais puisqu'il faut commencer par ces mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement fous, vous allez aller à l'abattoir, hein? واش نقول لهم؟ هو يعرفهم وهم يعرفوه. كيفاش هذا يعرفهم ويعرفهم؟ ايه. ما انتبهتش باللي العروسة والشيخ اللي عمر لهم عينهم هو حسن؟ عمر لهم العين. اسمع عزيز نعمك انا هرت بهدين ما نحملوش ابدا ابدا فهمت؟ ونزيد نبهك باللي انا وعائلتك ها؟
ياسمينة ياسمينة ما تقلقيش روحك. شوفي لو كان يفيق ها لو كان يفيق ويهضر لي على الورثة انت يا ترى تقبلي تقسمي معاه النص؟ وشنو يتكلم منك على الورثة؟ مع النص نقسم معاه النص. شفت هذه ما تيش تقولها لا لا لازمني نعاودها وزيد بزيادة. انا ما نعمل هاد الشيء الا على عينين الناس. الناس هيا سيدي نتكلموا على الناس. الناس الناس البسيف نتكلم على عينين الناس. وهذا ولد خويا وزيد بزياده مانيش راح نتوكل عليه. راجل برزقو خدام وساكن في ملكو. ملكو ملكو بيان سور ملكو. ايوا ملكو 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 صح. عايش مع يماه مرا كبيرة عندها رجل هنا ورجل هي. ايوا صاوت لي ملكو 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 صح 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 ملكو. سامحوني نروح نجيب لكم القهوة ونجي. صح مرا يماك يما عوز قلت بابا خير ان شاء الله وصل جيبي مو حوشيني. صح جيبي مو حوشيني رشك يقولي وصل ما تخلعنيش. تحبي نقول لك واش صار؟ شدي روحك مني شدي روحك. هذاك الشاب هذاك واش بيه؟ اللي شباب وما تخصو حتى شحاره فوق راسو يتكلم بركا تخزر فيا. يطليت عليه ايه ملاه هذاك الداعية له للطبيب يا وختي واش نبغى فيهم الحال. وهذاك الفرماش هذاك هو الخطيب. شنو هذاك العطس مازال بلا زواج؟ هيا بركا ما تمسخر بركا. غلطنا قول انت اللي غلط ما تقولش غلطنا. علاش انت ولا انا ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف ياه ودوك اش نعملو كش نعمل ايوه ولو كان نعطي الهورية وش هو بس دي ولا لكن تعطيها اعطينا هذا المرد هنا في يامات شوش تعطيها يردها لنا وشفت الفاتشة ديالو هذاك تعلي يرد هذاك. اسمع بركته ما تمهبلش عليا ايوه روح نفصلو. ما قلتكش انا راح تفصلو. ادخل اقعد معاهم وادخل معاك الحورية وقول لهم هذه هي العروسة ادو ولا خلو هذا ما عندنا. صح وكذا قال لي نقول له اديها راجعها للطبيب. لا تخصك على الاخر هذا يعطيك الصحة. هذه هي روح. صحة صحة سعدي في الانساب واحد دعمه والاخر قصة. زاهية ادي اختك البيت الاخرى عندي هضرة مع حورية اختك. سمعي حورية بنتي حبيت نتكلم معاك. على بالك اللي الناس اللي جاو لهم جاو يخطبوا فيك؟ لا ماشي قلتو جاو يخطبوا زهية. اوه شكون اللي قالك جاو لزهية؟ لا لا هي بنتي وعلى بالك اللي باباك راه مهور من جهتك وما بابيه يضمن لك المستقبل نتاعو. واش قلتي وليد عايلة ومرفهين ايه شغلك واش تحب؟ ياه هي سيد يا بنتي هي قد بنتي واش بك بديتي؟ سي عزيوز باللي ملكو ايوا ملكو ملكو صح ملكو صح ملكو. اما لماذا بينا سي عزيوز ندخلوا الميدان شروط؟ سيدي بسم الله. نعم سيدي انا تعرف باللي انا ما نضركم انتم ما ضروني انا ايوا سيدي. ماذا نطلب لكم 500,000 درهم قابلين؟ نعم سيدي.
كرافاج بولحيا خيط الروح ونسايس ومنيكشات انا عم سيدي راك تجرد هز قلم باش ما تنساش يا سي ما زالت الحكايه طويله او يزيد كبش هيا مالك جديد كبش زيد كبش والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انا سيدي هذه سيدي انا جوزي 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 اوتي واش راك تخمم ولا واش ولا قلت هذا هو القماش انت ولا خلي وقتاش تحب نرفدو في 15 شهر داخل موافق موافق اما لا يا سي بوفيرا رانا موافقين موافقين ورانا نرفدو ان شاء الله في 15 شهر داخل في 15 نعم صح الله يربحنا جميع ان شاء الله ورانا من اليوم رانا نسبه ان شاء الله هذه هي الله يجعل السعد بيناتهم امين يا ربي امين امين امين, آمين. دوك رانا نسبه رانا نسبه الحمد لله سيدي الحمد لله مرحبا تفضل يا سي بوفيرا هذه لازم تعذرنا شويه رانا شويه مزروبين يا لا 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 ما شدكمش ما شدكمش ايه اما لا ما بقى لنا غير نبقيكم على خير صح تعيف تعملوا العرس لا شد انا مي صح هيا بسم الله سي بوفيرا على خير هيا في الامان ان شاء الله في الامان يا درا درا سكتوا وكي سكتوا راه مقبلوا راه مقابلين اي سبحان الله الحمد لله انا تنينا من وحده قولي شوف واش دير لي الحوايج الحوايج تاع الطفل والروضه الروضه كيف يا زوج ورانا رايحين هكا وليد خوك ما يحبطش ايه ايه دوكا نهبطوا انا وصلنا وجد روحك كيما تفهمنا كون راجل اي بصح بصح يا عمي راه فيها واحد المشكل ها هذيك الطفله ايه ماشي هي بدلوها هذا الاولى شعرها اصفر والثانيه شعرها كحل شعرها اصفر ولا شعرها كحل كيف 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 تروح عند الحفاف خلاص شوف انا وعمتك كيف كيف واش حاب يقول انا وعمتك كيف كيف تفهمين ايه متفهمين تفهمين معلوم متفهمين إيه. اسمع انت دايما راه شوف دقيلا ولينا دق نخزر الشعر الكحل والشعر الاصفر للعينين الازرق والعينين الكحل للنيف والفم والسنان سمعت ونزيدو نشوفوا الناس القصار هما لا ما كاش بزاف اللي يتزوجوا اسمع اذا حبيت تزوج قول ايه واذا ما حبيتش لا 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 نزوج نزوج عندي نزوج هما لا تربح ياسمين راكي تعرفي الدايم اسمع زوج ما تزيدنيش انتيا من زمانك تعرفني انا والديك ما نتحملوش هيا يلا وش بها هذا راه يخزر فينا ويتبع منو هذا ودي السبور يعني Thank you.
ماشي بقران او ما كانش لومبوس خلاص ما قلتنيش ولا سي احمد سي احمد والله ما قلت واش راك واش راك واش راك لاباس واش الحطه هذه واش نقول لك بدلت الحطه باش نتلفها لهم خرينا مجاوب باش يخطبوني في الطفله شكون هذا واحد الناس تما باش ما حسبتيك يزوجوا واحد يقولوا له يقولوا له دايما الله يقولوا لي يخدم عندكم هنا دايما الله نعم يخدم عندكم هنا ها يخدم معنا ايوا ناس ملاح ناس ملاح غايه ياه غايه نظرك علينا الله يسلمك حتى عمو تبعته شتو لبس بيه سال لبس بيه نظرك الله يسلمك دايما الله اما انا هلا العشية روح بس اي العشية هلا نتفاهموا باش نتفاهموا ان شاء الله لا بس ايوه ايوه سلم على الدراري الله يسلمك نطلق لسي احمد ده كل عليك العشية العشية صح هلا خاطيك خاطيك بشوية صح ابقى على خير سلامك يا احمد لا مكان له ناكلوا جميع باش تطرح البركه هاي بسم الله بنتي يلا بسم الله الرحمن الرحيم شكون هذا هذا الطبيب نتاع مقران شكون تحب يجينا هذا الوقت مقران بدي لهم فاكهه بدي بدي فاكهه والله ما نطيح بسم الله عيب تحلو الباب ابدو حمكم واش الفاكية ما كاش اليوم؟ فاكية؟ نعم ما كاش الفاكية؟ خلاص الفاكية زوج كيلو خوخاني جبتهم من الجمعة اللي دازت خلاص ايه. الحبة اللي أخرى ناكت أنت اليوم الصباح الله قال باسي مقرى دوماج ها؟ مالك كل طعم وشكت هذه هي بسم الله هاك اللحم في مضرب الفاكية بارك الله فيك كوي كوي بني سليم من دمج مهمل اسمح لي سامح لي مش التوسع ذاك صح علي قولي يا سي مقران فين تستقسيك نعم خل الصوت يا عبس 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 لا دقيقة ايه استني عبس قولي غير نسقسيك على السيد اللي سقسيتك عليه شكون دايم؟ نعم دايم الله هذا واش به؟ واش ميز به انت؟ انا؟ هذاك راه سيضربك يخدم عندي بوانتاج هذا ما كان ايه كيما كنت انت قبل ما نناسبك كنت والو واليوم راك الحمد لله تعرف باللي من عائله كبيره 17 ليا وعنده منامك ولا ماكش عارف؟ توقع راني نشوف فيك ما تطولش وتولي زبال كيما كنت زمان ورانا رايحين نناسبوه ناس بناه يا اخي كاع نبارك عليكم يبارك فيك وانت واش ميزين غايه غايه لاباس لاباس ملكوت خانة عندكم نعاودوا في الكلام ما قلتليش قلت لك رحت وخطبت عاود كلامك وشكون خطب لك كي جيتك ما حبيتيش بديت عمي وعمتي ايه وليت تخطب وليت راجل وتخطب وعندك عمك وعمتك
يصفر لك الوتش. لو كان جيت راجل تروح لهذاك عمك وتقول له يرزي لك الطراب اللي خلاك بابك وراك تخدم فيه كسيادة، ما راكش عند الباب كيكو سيرجا نهار كامل وانت طلعوا من النار حطوا من القدام كيكيان أماسي من القدام. اسمعي ما تخلطيش الطراب مع الخدمة هادي تسمعي. بابا اللي مزيود فيه وخلاها هرب وخلاها وانا تحبيني نولي لي انا ما نوليش لي انا بس حبيت تطعنتي جندي وتبقى ايه قول لك نسي يتزوج في الزنقة ويدي عمو اللي يعمي له عينيه وعمته ويسحج حمال يجي انا ليا نديله الحمال. لا هذه ما قبلهاش بالكفار يا ملعن ما راني حاطه رجلي تما. تمام هيا واش راك؟ خير واش راه باباك؟ لاباس. هيا هيا نسحق خير وسي زر وقراك تشوفو مالا زيد سلم عليه تاني يقولو راه نسلم عليك دايم. ها صح وي صح كانوا قادو هنا. ها هاي اللي يخرج ياك يا ربي راك تخدم مليح في المسيد شويه والشيخ فرحان بي شويه وهذا ما تعرف غير شويه هيا نجربو هذا شويه ديالك. قولي لو كان نعطيك بريات تكتبها تسلك راسك. اه هاي اكتب تمام راسي. لا انا نقولك واش تكتب باش نشوف الى تسلك دير مسؤول شؤون الاجتماعية. واش نزيد؟ واش زيد؟ ايه واش زيد؟ حط باللي حبيت يسلفوا لي 600,000 باش نستبيت. دير جوان؟ جوان جديد؟ ايه زيد جديد. خلص يا حميد. خلينا يا حسن راك تشوف فيهم رايحين يخمشونا ب60 دولار وانت مازالك تتبع فيا. اي واش تخلص مع خالتك؟ واش نخلص انا؟ سانديكا واش تخلص؟ لوكمونطاسيون ما جابوهاش تحب تخلص لهم انا سانديكا. ما اسمع لوكمونطاسيون جيبوها كاع العمال ماشي غير لك انت برك. نلعب لوكمونطاسيون وحدي فهمت؟ هاو بعد صعبك دايم هاو جا هو يخلص. اي حكم مع الصغار واش نحكم 60 دورو تاع التمر عندي شعب واش ما عندكش ديما تبكي شوف راني جبت انا بريه باش كاش ما يسلفوني يعطيهم 60 دورو تاع التمر ويسلفوا لك من بعد سي دايم اربع واش راك لاباس الحمد لله حقا ولينا فاميليا لازم نسلموا انا وياك فاميليا باش راح تناسب سي بوفيرا اللبان وكيفاش راك عارفه كيفاش راني عارف انا خاطي بنت الخشينة مالا صار ليه ليه مالا نبداو نسلمو من الدور لا من بعد نصف الشطا ان شاء الله سي دايم وعلى هذيك راده دايم الله واش عاود جدد المعالقات مع مقرن هو اللي عطى الحانوت اللبان البوفيرة كيفه مالها راكو عائلة وحدة خبزتها
حقها فريده دايم الله راه تاكل عليك وعلى ربي. معليش تاكل عليا غير الخير. غدوه العرس نتاعو مع اللي يماه ما راحتش نهار خطب راهي مغشه يصفر وجهها وجا راجل حب تقتلو عازب. هاو علاش راه تاكل عليك هو تاني مرت عمو ما حبتش تجي هذيك بالطوموبيل ماهيش حقها. هذاك ماشي تاع العرس تاع لي ريسيبسيون حقها. واش تلبس غدوه باش نجيك الحوايجك؟ واش نلبس كوستيم تاع الشريكة؟ كيفاش؟ كوستيم تاع الشريكة؟ هيا بركة صح بركة. واش بركة علاش واش كاين؟ المسارة اللي يخدموا معانا كامل اللي يجي يجيو لابسين هذا كوستيم تاع الشريكة. أما طلع حبيت نسقسيك شحال في عمرو الدايم هكذا؟ ماني عارف أنا 45 سنة ولا 50 سنة في عمرك وين نعرف؟ آه هو بعدك خويا محمد ها هو يقول لي شحال في عمرك؟ أصلا بربع حبة. السلام عليكم. جيت واش راك؟ أنا ودي تجيبوني مسخرة. حبيت نسقسيك شحال في عمرو الدايم؟ راك شارف هذاك 45 ولا 50 ولا لا أكثر كاع. كبير يا أنا بصح عنده معرفة كبيرة يا راهم حتى الأمريكان راهم هنايا. هذا الماركان تاع باب جديد اللي دارك تبقى في صدر ماريكاني. كاع بلا في الماركان تاع ثاني اسبانيول كي درت كاسكيطه. لا لا انا كاسكيطه تاع خدمه هنايا انا تاع خدمه محتمه. او جا او جا مقران ها وجاب الحلوى والقهوه. لا ما بارك الله فيك. الله يسلمك. الله عليك. مبروك عليك. مبروك عليك. هذا اللي فيه الشيخ قهوه. الله يحفظك. صحيت 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 مبروك عليك. آه جات القهوة الحلوة. أسلام عمي الحاج أعطي له قهوة. هاول يا ولد أمشي تبعني. قاسم قران حتى الحلوة هنا قلنا بالبيستا. روح نخرفولك في الكراج. خلي خلي تتفاصلوا شربوا مع الدايم. هم جابوا القهوة والحلوة. حسني وراك رايح؟ نروح ل نقعد هنا. يا سيدي مساء الخير عليك. ما تفضلوا. ايه ايه كتر خيرك صح ايه بان موغي ها مجابوا العروسة ها مخرجوا ها ها يا سبقوا احنا الولانيين هاي 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 يا ولد هاي هاي سمت الان يلا يلا هاي يا سمت الان هاي يا من هاي يا من هاي يا روح هاي يا كل هذا
عندك كوستيمات يلا عندك الصباب ها الكوستيمات الصباب ليتك انا عندك كوستيمات الصباب هلا عندك كوستيمات يلا عندك الصباب يلا عندك كوستيمات ما تخطينا منا ولا لا لا روح لي بعد روح جايني يا هنا احنا نلعب بالضمون انت جايني يا اللي عندك كل كلمات وصبابات وكذا يا انا 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 اقعد 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 جاي انت اقعد وخذينا توخذ هذا هو مخوة الخداعين أنا توخذ في بنتي أنا توخذ في بنتي وخذينا توخذ طبعا وخذ هذا هو مخوة وخذينا توخذ وخذينا توخذ توخذ في بنتي له لا تربحكم له لا تربحكم له لا تربحكم له لا تربحكم هذا شاطو يا الخداعين بني فقع على راسي كلها خطيني وخطوني في الطفلة وخطوني في الطفلة لا لا تربعكم الحشب عزرق إن شاء الله الحشب شوفوا وشنو وعشان ما نبيعوش احنا في لبنان ايه يا لالا
يمات العروس؟ ايه كاتبين روحها من الاول انا وين عارفين يمات العروس؟ ايه هذه حلوه في داري ونزيد نقدم روحي صحة الله يسلمك صحة يا حمام الديك ويعطيك الصحة مش من صحة هذا يجوني 10,000 نعم يجوني 10,000 10,000 نعم ايه سلمك ايه كيف على 10,000 صباع انا حيدر البير وش قول له درت زير كاع كارتيات درتهم بزاف عليك يا خويا كيف بزاف عليا ايه وماش شفت انت ليسونس ولي بنوم صباع وانا ندور وهذا صاحبي على 500 متر انا 500 متر من صباح انا ندور بلي 500 متر دورت بيا زير قاعد ولي 500 متر لا 10,000 ولا غير بزاف تزيد لي 10,000 ولا باس يا اش كان دان يا قال لي نزيد له 10,000 اجيني وعلاش خلصتو؟ خلصتو نعطيك 30 واش حاب نزيد له 30 فيها البركه ايه فيها البركه زيد لي 10,000 وهذيك هي البركه اسمع اسمع دوك اذا ما تقول ما كفاوش نروحوا لدار كوميسار ولا قالوا قال نزيدوا لك نزيدوا لك 10,000 اليوم حمري وجهي معك سمعتي تحب نروح نجيب لك شويه ما تشربي لا لا مانيش عطشانه ماكش عطشانه شربت القهوه اشربنا القهوه وكلنا الحلوه اي كثر خيرك الله يسلمك اسمعي غير ما تخميش ولا تديري حاجه في بالك الدايم راجل عاقل وخدام ربي زي يساعدك ويعمر دارك على كل حال اي كثر خيرك الله يسلمك ويطول عمرك اسمحي لي حبيت نسقسيك انت متزوجه ولا عبيطه لا لا متزوجه الله يبارك وعندك شريدات زوج دراري الله يبارك ربي يعيشهم لك على كل حال يكثر خيرك قمتي بينا كيما يلزم وما عندي ما من واش فيها فريده انا روحي دوك حنا سلكي كسرى لا لا انا ما جا مالي وقفت كل شيء جدارنا يلا طيب
لحنيفة وقيل هذا هو الوقت باش ندو العروسة لبيتها. يلا حورية. أيوة. موسى على بنشي العزيزة عايكي مصارا معي حورية. نوصيك يا بنتي إلا كاش مغاتك عجوزتك ما تعنديهاش ما تسمعش كلامها. سمعتي الصح في الراجل وراجلك يحبك. ونوصيك حمري لي بجي ما تضحكيش اليوم خلي حتى الغدو وضحكي إذا حبيتي. وما تخافيش أنا وأخواتك أنا بيتين هنا سمعتي. وغدوة إن شاء الله رانا نروح نجيب الفطور ولي أنا وبابك. هات الله يصحى بنتي. شغل جداد ها؟ شوف دمعي غير ما تخميش. مبروك عليكم يا خبا الدراري إن شاء الله خير اليوم إن شاء الله. الله يسلمك نغلق فرح الدراري يكتر خيركم حياتك. هيا بقى على خير بالسلامة. هذا ما يخمو من الزواج للدراري رايحة ندير لك ليش أنا هنايا. يا لالا واش من مرقة حرقت لك شواربك ها؟ هذا تعيدين هذا هيا شدي بلاصتك تشوفي ولا سبع ايام وسبع ليالي وسعيني ولا تكون ضرب غربتك لصقك من الحيط روحي بعديني. شوفي الخبر يجيبوه توالا سمعتي؟ يسود حلايسك يسود حلايسك انتيا يا العيداريين